نعود إلى القاهرة وتنضم إلينا ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز وهي متواجدة الآن في أحد المجمعات الاستهلاكية في منطقة مدينة نصر. ميرنا برحب بك وتفضلي إن كان لديك أي تفاصيل في مكان تواجدك تفضلي. تحياتي لك نانسي، تحياتي لكل مشاهدي شاشة إكسترا نيوز. بالفعل كما ذكرت قبيل شهر رمضان الكريم يسعى المواطنون لشراء كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية بكل أنواعها، إن كانت المواد الغذائية الأساسية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والمنتجات الحرة، كل المنتجات الغذائية. ومن أبرز الأماكن التي يقبل المواطنون للشراء منها، وذلك نظرا للتخفيضات الكبيرة التي تقدمها الدولة والتي تصل إلى حد 30% وربما أكثر في الكثير من المعروضات، يسعى المواطنون للذهاب للمجمعات الاستهلاكية، وذلك لأنها توفر الخصومات الكبيرة كما ذكرنا، أيضا جودة المعروضات وتنوعها، وأيضا السلع الغذائية التي تخضع دائما للرقابة المستمرة، ما يكسب ثقة المواطنين في هذه المجمعات. ربما نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه المعروضات والخصومات التي تقدمها المجمعات الاستهلاكية. وسعدنا أن يكون معنا أستاذ عصام حسين وهو مدير مجمع مصرية الذي يتواجد بمدينة نصر. بنرحب بيك على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. خدنا بداية في جولة داخل المجمع الاستهلاكي هنا بمدينة نصر حول الأسعار والتخفيضات التي تطرحها الدولة على مختلف السلع الأساسية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن. تمام، عندك حضرتك عارفه الجهود اللي بتبذلها وزاره التموين بشكل مستمر لصالح المستهلك وصالح المواطن. تم عمل تخفيضات بتصل ل 30% في جميع منافذ الشركه القابضه التابعه لوزاره التموين وفي جميع المجمعات الاستهلاكيه. يعني السلع الاساسيه كلها، سكر، زيت، رز، مسلي، كل حاجه موجوده بشكل مستمر، واللحوم الطازجه، اللحوم المجمده، الدجاج المجمد، وكل ده حضرتك بتخفيضات اقل من السوق الخارجي ب 30%. حدثنا اكثر عن الاسعار وتنوعها، ايضا تنوع المعروضات خاصه في السلع الاساسيه. الأسعار عندنا حضرتك مثلا على سبيل المثال اللحوم المجمدة مثلا على سبيل المثال بتصل ل 95 جنيه، بنبيع الكيلو ب 95 جنيه، الدجاج المجمد 48 جنيه سعر الكيلو، السكر عندنا ب 10 جنيه ونص، لتر الزيت كامل 25 جنيه وده أقل من بره بأكثر من 30% كمان. يعني عن توافر هذه السلع بكميات مناسبة نظرا أيضا للإقبال الكثيف الذي شهدناه منذ تواجدنا من المواطنين على شراء احتياجاتهم، إذا بالتأكيد هذه السلع تتواجد بالكميات الكافية. تمام، احنا حضرتك عارفه كل سنه وحضرتك، احنا داخلين على موسم شهر رمضان الكريم، بنستعد بدري جدا بتخزين كميات كبيره جدا بحيث نلبي احتياجات المواطن. يعني عندنا كميات كبيره يعني من السلع الاساسيه، سكر، رز، زيت، زي ما قلت لحضرتك، بكميات كبيره تكفي لثلاث اربع شهور، لان يوميا بيتم دعمنا من قبل الشركه باي سلع تنقص يعني بشكل مستمر. بالتأكيد بعد ما اطمأنينا من حضرتك على السلع الأساسية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن، حدثنا عن يميش رمضان وتوافر هذه السلع وأيضا كرتونة الرمضانية التي شهدنا أنها بأسعار مخفضة تصل إلى 125 جنيه، حدثنا عن منتجات رمضان وتوافرها أيضا. بالضبط زي ما حضرتك شاهدت كده وشفتي، عندنا السلع الرمضانية كلها، اليميش كله معروض بشكل كبير وباسعار زي ما قلت لحضرتك عليها من 20 ل 30% تخفيضات، البلح بانواعه، قمر الدين بانواعه، المكسرات، كل حاجه يعني. بالنسبه لكراتين رمضان، والشركه القابضه عامله كرتونه رمضان، عامله ثلاث نماذج لكراتين رمضان باسعار مناسبه جدا للمواطن. يعني عاملين حضرتك نموذج بيبدا من 50 جنيه، شنطه رمضانيه بتبدا من 50 جنيه، وعندنا نموذج ثاني ب 95 جنيه، وعندنا كرتونه اكبر واشمل شويه ب 125 جنيه. ودول كلهم موجودين، واي عميل محتاج اي كميه مفيش مشكله، بنلبي وبنعبي بشكل مستمر. يعني كل المنتجات التي تتواجد هنا يوجد عليها اسعارها، وهي مسعره من قبل الوزاره ومن قبل الدوله لضماننا بالطبع ان تكون كل الاسعار موحده بين كل المنافذ. حدثنا عن تسعير هذه المنتجات وايضا الجهود التي تبذلوها بشكل مستمر لتوفير هذه الاسعار للمواطنين. التسعير عندنا بيتم حضرتك من خلال الشركه الرئيسيه، الشركه القابضه للسلع الغذائيه، تسعير مركزي بحيث يبقى السعر في جميع المجمعات تقريبا واحد. بيتم الاعلان عن السعر، يعني اما السعر بيكون مطبوع على بعض المنتجات، يا اما لو مش مطبوع احنا كده بنعلق على الاستاند دايما سعر المنتج بشكل واضح، بحيث العميل يبقى قبل ما ياخد المنتج يبقى عارف سعره كام، وقبل ما يوصل للكاشير يبقى عارف سعر المنتج بتاعه كام. يعني تأكيد من أهم الأشياء التي يقبل المواطنون لشراء المنتجات من خلال المجمعات الاستهلاكية هو وجود الرقابة المستمرة التي تخضع لها كل المجمعات الاستهلاكية بشكل دائم. حدثنا عن هذه الرقابة وكيف تخضع كل المجمعات الاستهلاكية وبالطبع المجمع الذي نتواجد فيه الآن لهذه الرقابة بشكل دوري.
بالظبط كده. احنا حضرتك الرقابه على السلع عندنا والرقابه على المجمعات عموما من اكتر من جهه، يعني من قبل وزاره التموين، من قبل الشركه القابضه في لجان بتنزل للتفتيش دايما المستمر، شركتنا في لجان خاصه بالتفتيش بتنزل تراجع صلاحيات، تراجع مدى الالتزام، مدى العرض، طريقه العرض ومناسبه للمستهلك ولا لا، مواعيد فتح وقفل، كل ده بيتم عليه رقابيا من اكتر من جهه، فبالتالي العميل بقى عنده ثقه في المجمع الاستهلاكي وعنده ثقه في المنتج اللي بيشتريه عن السوق الخارجي. بالتأكيد مع هذه التخفيضات التي تقدمها الدولة، ولكن أيضا جودة المعروضات وجودة المنتجات هي أعلى جودة، وربما هذا كان السبب الرئيسي في الإقبال الذي رأيناه منذ أن تواجدنا هنا، هو أن مع هذه التخفيضات الجودة هي من أهم الأشياء التي توفرها المجمعات الاستهلاكية. حدثنا عن جودة المعروضات التي يتم تقديمها للمواطنين هنا داخل المجمع الاستهلاكي. تمام، احنا حضرتك بنعرض دايما، بنركز ان يكون عندنا اجود السلع وارخص الاسعار، يعني بتبقى المعادله صعبه ان انت توجدي منتج عالي لشركات مهمه جدا وشركات معروفه عشان تلبي احتياجات المستهلك، لا وكمان باسعار مناسبه جدا. زي ما قلت حضرتك احنا بكل حاجه عندنا هنا جوده عاليه وسعر مناسب جدا، تخفيضات بقول لحضرتك من 20 ل 30% على السلع الاساسيه والسلع الرمضانيه على كل حاجه. مع هذه التخفيضات وهذه الجودة بالطبع وجودك هنا جعلك تتلامس مع ردود أفعال المواطنين حول هذه التخفيضات، حول أيضا الجودة. ما هي ردود أفعال المواطنين حول الأسعار وبالطبع يعني مع وجود هذه التخفيضات التي تصل لأكثر من 30% مقارنة بالسوق الخارجي؟ زي ما حضرتك شايفة كده، يعني ردود أفعال المواطنين باينة في الإقبال الشديد اللي احنا موجودين فيه، يعني حضرتك شايفة ما شاء الله الفرع فيه ازدحام، الناس بتبضع بتشتري، عندها ثقة زي ما قلت لحضرتك، بيشتروا بثقة بطلاقة، بنقدر كمان السلع اللي فيها مثلا سعر مميز عن بره، بنحاول نمنع فكرة ان نطلع كميات كبيرة عشان ما نتعرضش للسوق السوداء، حد من السوق السوداء يجي ياخد ويسحب، فبنقنن كميات لبعض الاسعار، لبعض السلع اللي اسعارها مناسبة جدا بنحاول نقنن بحيث توصل لكل الناس يعني. وزي ما حضرتك شايف الاقبال موجود ما شاء الله يعني عالي جدا يعني الحمد لله. استاذ حسين شكرا جزيلا، نورتنا على شاشة اكسترا نيوز، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا هو اقبال كثيف من المواطنين على المجمعات الاستهلاكيه وذلك لشراء كل احتياجاتهم، وايضا نظرا للتخفيضات الكبيره التي تقدمها لهم وتصل لاكثر من 30% وربما اكثر ايضا من 30% على الكثير من المعروضات الاخرى، وايضا الجوده والرقابه المستمره التي تخضع لها هذه المجمعات الاستهلاكيه قبيل انطلاق شهر رمضان الكريم. وبالعوده اليك مره اخرى في استوديو نانسي. نعم مرنا، انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي به من تفاصيل، وشكر موصول أيضا لضيفك الكريم مرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من أحد المجمعات الاستهلاكية في مدينة نصر، شكرا لك.